اهلا وسهلا بكم مشاهدي وكاله اي بي سي. نلتقي الان باحد الجرحى المصابين في ساحه التحرير. السلام عليكم. وضح لي شنو اللي صار وياك. واقف هذا هنا على صوتك. واقف هنا ساكن. فاستلمت هذا تشيكو كام شاني ولي دي شبر من ورا. شمرون اللي ضرب صوتيه براسي طقت. صوتيه طقت براسي. بعد ما شفت واضح. ليش وقت راح تبقون هنا كمتظاهرين؟ نحن يصير تغيير ويبدلون المستوى. يعني انت هسه جراحتها يعني كنت اتوقع راح تروح للبيت، ليش ما رحت للبيت؟ لحد ما يشوفون لنا تغيير لهذا البلد صار له هوايه ما عندي نشوف نموت نعيش عادي. تمام. تشرين ليش ما بيها دعم؟ يعني اليوم ماكو ما نشوف حتى اسعاف ولا شفرات ولا شيف سنية. لا بس احنا يدينا طابوق وما صوتيات. هذا الدماية صوتيات دخانيات. قبل شوية رموا حي. شكرا لك.